غبور وتجربة غبور. النهاردة صناعة السيارات دخلنا في تحرير استيراد السيارات بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والناس في الفترة دي انتقلت من التصنيع للاستيراد، لأنه زيرو تعرفس ما تغريش حد كتير إن هو يخش في الصناعة. هدرب لمين؟ تحديات اللي بتواجهها تجربة غبور في مجال مدارس تكنولوجيا التطبيقية في حرف صناعة السيارات، هل فقط علشان التصنيع ولا مراكز الخدمة؟ ده اللي هنقدر نحن نتعرف عليه من مداخلة عليا. تفضل. بشكر حضرتك جدا دكتور خالد، وطبعا خالص الشكر دكتور علي على الدعوة الكريمة وجميع الوزارات والجهات التنموية. الحقيقة يعني خلت حاجة زي الحدث بتاع النهاردة ممكن، يعني فعلا لو احنا بنتكلم عن تغيير الصورة النمطية والصورة الذهنية للتعليم الفني، اعتقد يعني حدث زي النهاردة اللي فعلا بيصب الضوء بيسلط الضوء على التعليم الفني في صورة مشرفة جدا، اعتقد ان ده كفيل فعلا ان هو ينقلنا نقلة جديدة، وده الحقيقة من الاهداف اللي اتعملت بيها مؤسسة غبور. حضرتك مشكورا ذكرت شركة غبور للسيارات او شركة جي بي اوتو، وهي المؤسس لمؤسسة غبور للتنمية. باختصار شديد، فكرة انشاء مؤسسة غبور كانت فعلا يعني استجابة لكلمة سمعناها كتير قوي النهاردة اللي هي الفجوة. الفجوة ما بين مخرجات التعليم الفني والصناعة محتاجة ايه من الجانب الاخر، بالذات ان احنا النهاردة ما بقناش بنتكلم في الصناعة النمطية كمان، بالذات في مجال السيارات احنا بنتكلم في الريكويرمنتس بتاعت او متطلبات الثورة الصناعية الرابعة اندستري 4.0، بنتكلم على جلوباليزيشن، بنتكلم ان السيارات ما بقتش فقط شيء او جسم ميكانيكي، اصبح لها اتصال كبير جدا بالتكنولوجيا المعلومات، اصبح لها دخلنا حتى في البروجرامينج، فالفجوة كل مدى بتتسع. وكان من هنا فكرة ان يبقى في مؤسسة معنية بسد هذه الفجوة من خلال التعاون مع الجهات الحكومية من ناحية، ومن ناحية تانية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية، واحنا في هذه يعني في هذا المثال احنا استعنا بالخبرة الألمانية بالذات يعني معرفتهم الواسعة جدا بالتعليم الفني من ناحية ومجال السيارات من الناحية التانية. الفكرة كلها مبنية ان احنا على التعاون ما بين الجهات المختلفة، واعتقد ان برضو سمعنا النهاردة من تقرير التورينو بروسيس على فكرة الفراجمنتيشن، ويمكن دي حاجة كلنا بنعاني منها ان في مجهودات كتيرة جدا محطوطة في التعليم الفني انما لا تلتقي او بيحصل دوبليكيشن من ناحية ازدواجية، ومن ناحية تانية في مجالات بتبقى غير متروكة. فكانت فكرة المؤسسة انها وزي ما حضرتك ذكرت مشكورا دكتور خالد، هي لا تخدم فقط شركة غبور انما هي منشأة بهدف خدمة الصناعة عامة وخدمة المجتمع. سيادة النائب دكتور محي حضرتك ذكرت فكرة الحوافز. طيب هي احنا في حالتنا احنا كمؤسسة احنا CSR ده Corporate Social Responsibility من باب الخدمة المجتمعية، انما اعتقد النهاردة لما نتكلم على الشركات يعني ما فيش شركة النهاردة تقدر انها ما تستثمرش في العامل البشري. ما نقدرش احنا النهارده الاستثمار اللي بنحطه في التعليم الفني ده استثمار العائد بتاعه ممكن يكون على المدى الطويل، انما ايضا انا ما اقدرش ان انا ما استثمرش في هذا العامل، لان ما اقدرش كمان خلال 3 سنين ما نقدرش نيجي ونقول احنا مش لاقيين الكفاءات اللي مطلوبه، احنا عايزين نعمل تنميه صناعيه بس احنا مش لاقيينها. ده بيتطلب من جميع الشركات ان هي يبقى لها دور في انها تشتغل على تنميه التعليم الفني. انا هاخد من الـ يعني الترندز في الفيوتشر امبلويمنت، ولسه كان يمكن من بضعه ايام او اسبوع كان في مؤتمر جي ازاد الفيوتشر اوف امبلويمنت، نتكلم على دكتور خالد حضرتك بتقول ايه التحديات اللي موجوده. لو بنتكلم على skills of the future، يعني النهاردة الطالب التعليم الفني ده خلال 3 سنين هو أصبح عامل في هذه الشركات، في كبرى الشركات هو الدينامو اللي فعلا بيحرك الشركة. طيب ده بيتحقق ازاي؟ ده طبعا بيحتاج تطوير مستمر في المناهج، سواء بالاستعانه بالجهات الدوليه او من ناحيه تانية مخرجات الاندستري لازم الصناعه يبقى لها دور في انها تحط ايه المتطلبات خلال الـ5 سنين اللي جايه عشان نشتغل عليها من النهارده.
في جزء كبير جدا كمان الديجيتايزيشن. النهارده ما ينفعش طالب التعليم الفني، احنا دايما بنتكلم ان هو طالب تقني، بس هو كمان ما فيش طالب تعليم فني النهارده يقدر ما يبقاش على درايه بالانفورميشن سيستمز بدرجات متفاوته طبعا. بس احنا لو بنتكلم على السيارات كمان، احنا بقينا يعني ممكن خلال كام سنه نكون بنتكلم على السيارات اللي هي سيلف درايفنج اللي هي محتاجه بروجرامنج بقدر عالي جدا، بنتكلم على الالكتريك فيكلز بكره، مش حتى كمان 5 سنين، وحوافز كثيره جدا للالكتريك vehicles. فكره الموبيليتي كمان، فكره ان الطالب يبقى له مع النهارده الحدود الدوليه كلها بقت واحده، بقى فكره ان الطالب ممكن هو يتخرج من عندي ممكن يشتغل في اوروبا بالذات، لان في يعني افتقاد كتير جدا للعماله المدربه في السن الصغير بالذات، مع ان الفئات العمريه عندهم اللي في سن العمل بتتضاءل. وده بيتحقق الحقيقة فكرة الاعتماد، ودي يمكن حاجة برضو اتذكرت النهاردة، الاعتماد الدولي، ودي حاجة احنا حرصنا فيها في المدارس عندنا، ان يبقى في اعتماد من الغرفة التجارية غرفة التجارة الألمانية العربية، بفكرة ان هو الطالب يقدر يبقى عنده فرصة للموبيليتي ما بين سواء في مصر او الدول العربية او في الخارج، ويبقى في تبادل خبرات ما بين الاثنين. فكرة اللغات، لان دي برضو بتدعم فكرة الموبيليتي، وفكرة السكيلز اللي هي بيسموها السوفت سكيلز، اللي هي دايما لما كنا نفكر في الطالب التعليم الفني ما بيجيش في بالنا ان هو محتاج كمان ان يبقى عنده مهارات شخصيه، زي مثلا ان هو يقدر يتعامل في جزء من الفريق، ان هو يقدر يفكر كريتيكال ثينكينج، والكونتينوس ليرنينج، ان هو يقدر يتعلم بصوره مستمره، لان ده اللي بيضمن ان هو يتعمل له ريسكيلينج بعد كده. بشكر حضرتك على الوقت.